فنان مصري يرد على الرئيس السيسي على الهواء مباشرة. ننشر لحضراتكم التفاصيل ومجموعة فتيات يغسلن الموتى يسببن أزمة وضجة كبيرة في مصر. ننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل تفاصيل وصول مجموعة من المصريين من أفغانستان على طائرة عسكرية تابعة للجيش المصري، وبيان عاجل من السيسي عن الأحداث في أفغانستان ويستعيد ذكريات 50 سنة مضت، وعاجل من هو بديل محمد صلاح بعد رفض ليفربول انضمامه لمنتخب مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجابني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدا مع بعض في تفاصيل او الخبر معانا سريع وعاجل تفاصيل وصول مجموعه من المصريين من افغانستان على طائره عسكريه تابعه للجيش المصري. وصلت الاثنين طائره عسكريه الى قاعده شرق القاهره الجويه، على متنها افراد من الجاليه المصريه المقيمه في افغانستان. واشار موقع صدى البلد الى ان الطائره وصلت وسط استعدادات طبيه واداريه من قبل القوات المسلحة لفحص القاضبين وتذليل كافة العقبات أمامهم. وكانت القيادة العامة للجيش المصري أصدرت الأوامر بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان. من جهتهم أعرب المصريون القادمون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بعد عودتهم لأرض الوطن. مصدر معنا كان من صدى البلد. طبعا حضراتكم عارفين مشاكل الآن في أفغانستان، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر مؤسف جدا معنا، ومجموعة فتيان يغسلن الموتى يسببن أزمة وضجة كبيرة في مصر. وتسببت واقعة مؤسفة استحوذت على اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أزمة كبيرة، بعدما رفضت مجموعة من الفتيات المغسلات تغسيل فتاة بزعم أنها كانت لا تصلي قبل موتها. وقالت فتاة تدعى ريهام عبد الرحمن على صفحتها على فيسبوك: ذهبت اليوم مع بعض الأخوات لغسل متوفاة، فعلمنا أنها لا تصلي فرفضنا الأخوات تغسلها، وتابعت ترك الصلاة أمر خطير، نبهوا أهليكم وأحبابكم وكونوا دعاة ليهم. وتسبب هذا المنشور في إشعال غضب واسع في مصر بين المتابعين، وكان البوست ده على الفيسبوك يعني عمل انتشار واسع ونسب شير وتفاعل واسع جدا، ممن طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة دينيا للبت في الأمر وعقاب من فعل ذلك إن كان يستحق العقاب. علق أحد الأشخاص: عدد من الفتيات ارتكبن فعلا تفتقد الدين والأخلاق والإنسانية وإكرام الميت، حيث ذهبنا لتغسيل امرأة متوفية ولما علمنا أنها تاركة للصلاة رفضوا تغسيلها على أساس أنها كافرة، ولم تسكت الفتاة بل نشرت الموقف مفتخرة به. فهم من بنات يعانين من مشكلات نفسية، ونشأنا على تحصيل الدين من المتشددين والاعتماد على كلمة هنا أو هناك في التراث. بينما كثرت التعليقات المشابهة الرافضة لمنشور الفتاة، فقال أحدهم: المفروض أهل المتوفية يطردوهم شر طردة وأن تدفن بملابسها، هؤلاء القتلة ليس معهم توكيل من الله. وعلق الثالث: حسبي الله ونعم الوكيل، فيهم كسروا بخاطر أهل الميت، لا فهم دين ولا عندهم ذوق. من جانبه قال أحمد كريمة أستاذ الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر: إنه إذا كان الشخص مقرا بالصلاة وترك الصلاة كسلا فهو مسلم عاص فاسق، ولكن يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وجزاؤه عند الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وأوضح كريمة: إما الدافع لهذا التصرف الأحمق فهو الفكر السلفي المتأصل في عقول الكثير من الشباب والفتيات، فهم يكفلون كل من يترك الصلاة لا فرق لديهم بين جحودا أو تكاسلا،
الأمر الذي يحتاج إلى مجهود كبير من الدولة لمحاربة هذا الفكر السلفي المتجذر في عقول عدد كبير من المصريين منذ بداية حكم الرئيس مبارك وحتى تنحيه عن الحكم. طبعا أنا منتظر تعليقات حضراتكم على هذا الخبر، ولكن تعليقي أنا ممكن البنت اللي توفت وسمعوا عنها انها ما كانتش بتصلي، طب ما هي ممكن تكون بتصلي في السر. يعني هل انتم فعلا زي ما الناس اللي بتعلق معاكم توكيل من الله بمحاسبة الاشخاص او عدم اكرام الميتين بدفنهم؟ انا طبعا متعجب من هذا الفعل الغريب جدا، لاول مرة يعني اسمع عنه او اشوفه، حاجة يعني في منتهى قلة الادب الصراحة. دي ملهاش علاقة بالدين، الفعل اللي هم عملوه ده ملوش علاقة بالدين، هو مسلم دي قصته مع ربنا، ادام مسلم بالنسبة يعني كمسلمين بنتكلم عن المسلمين المفروض يتكفن ويدفن والدنيا تمشي تمام. انت مش عارف علاقته ايه مع ربنا فمالكش انك تحكم عليه. حاجة تانية، انا شايف ان البنات اللي قاموا بالفعل ده ان هم مغسلوش البنت، اعتقد انهم فعلا محتاجين يتعرضوا على الطب النفسي ليه يعني عشان يتعالجوا من اللي هم فيه، لان حقيقي والله اللي هم عملوه ده ملوش علاقة بالدين نهائي. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر اخر، وفنان مصري يرد على الرئيس السيسي على الهواء مباشرة، ورد عبد الرحيم كمال الكاتب والسيناريست المصري على رسالة الدعم والتقدير التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الأحداث التي حدثت في أفغانستان وتشابه الأحداث دي مع مسلسل القاهرة كابول. وقال عبد الرحيم كمال ردا على الرئيس السيسي موجها الشكر له في تصريح لقناة صدى البلد: هذه الثقة في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشاننا ودي الرؤية اللي احنا مستنيينها، وانا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وانا مستعد اقدم اي عمل مجانا لانه مكسبي اكبر بكتير من اي اجر اخر، وعندنا مواهب كتير جدا والله يا فندم. وكان الرئيس السيسي وجه رسالة دعم وتقدير لمجهود كمال واعماله في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، خاصة بعد تشابه الأحداث اللي بتحصل في أفغانستان الآن مع أحداث مسلسل القاهرة كابول الذي تولى كتابته في شهر رمضان الماضي. وأضاف في رسالته: انت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وعاوز أقولك جهز اللي انت عايزه وانا معاك قضايانا كتير. وتابع كان في أولويات للدولة تجاه قضاياها، والإعلام والثقافة والفنون لها أولوية متقدمة، لكن مش كل حاجة بنفكر فيها نقدر نوصل فيها إلى النتائج المرجوة، الدولة بتاخد سنين علشان تتجاوز تحديات. وقال: لفت نظري حديثك عن تجديد الخطاب الروحي وحديثك عن التاريخ وتمجيده بفكرة معينة، انت بتستهدف قضية وتطرحها على الناس قد تتوارى فكرة الربح بالنسبة لك، لكن انا مش هطلب من المخرجين والمنتجين والكتاب انهم يطرحوا قضايا قد لا تحقق ارباحا، ولكن دعمي للابداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك انك تعمل عمل تحشد فيه كل المواهب في اسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي. يشار إلى أن مسلسل القاهرة كابول شارك في بطولته مجموعة من الفنانين على رأسهم فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينيرجي وإخراج حسام علي. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر اخر، وبيان عاجل من السيسي عن الاحداث في افغانستان ويستعيد ذكريات 50 سنة مضت. علق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاول مرة على الاحداث في افغانستان، اكد انها كانت منذ 50 عاما مضت بشكل مختلف للغاية. والرئيس السيسي قال خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: القضايا كتيرة ومنها فهم التحدي لاسقاط الدول وليس الانظمة، النظام ممكن يمشي والخطورة استهداف الدولة وتدميرها، ومن المهم معرفة ان افغانستان من 50 سنة كانت بشكل مختلف تماما، وفي الكتب والافلام كانت دولة مختلفة عن الدولة الموجودة حاليا. وقال عندما تسقط الدولة والنظام
يبدأ العبث بمقدرات الدولة، لا قيادة أو رأس تتحمل المسؤولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما يظهر في أفغانستان والأمر متكرر في دول عدة. مصدر معانا كان من صدى البلد الرئيس السيسي بيوضح إن هذه الدولة كانت من 50 سنة حاجة تانية وحاجة محترمة، دلوقتي يعني ربنا أعلم بهذه الدولة، وزي ما قال إن بيبقى المستهدف هو إسقاط الدولة وليس النظام. النظام ممكن يمشي، ولكن الدولة لو سقطت ده هيبقى شيء يعني خطير جدا، هيؤدي يعني لهلاك شعب هذه الدولة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل من هو بديل محمد صلاح بعد رفض ليفربول انضمامه لمنتخب مصر. يخوض المنتخب المصري ماتشين مهمين في بداية سبتمبر المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر شتاء عام 2022، ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الأنغولي يوم 1 سبتمبر في العاصمة القاهرة، قبل السفر إلى مدينة فرانسفيل لمواجهة منتخب الجابون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. ويشكل احتمال غياب النجم المصري محمد صلاح عن ماتشين منتخب مصر صداعا للمدير الفني للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لإيجاد البديل المناسب. ويدخل لاعب نادي سموحة مصطفى فتحي ونجم الزمالك سيد زيزو ضمن البدائل لتعويض غياب محمد صلاح أمام أنجولا والجابون. يأتي ذلك بعد أن تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام نجمه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب في معسكره المقبل استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون على الترتيب بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزلة لمدة 10 أيام لدى عودتهم لإنجلترا. أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك في مواجهة تعرض اللاعب إلى العزل لهذه المدة وتأثيره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان العزل الذي تحدده السلطات الإنجليزية. مصدر معانا كان من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني من الصعب محمد صلاح ينضم لفريق منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون، وده يعني تصفيات عشان التأهل لكأس العالم قطر 2022. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية الأخبار اللي معانا في الوقت الحالي. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. بإذن الله تشوفوني في فيديو جديد وأخبار جديدة. ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة، الضغط على زرار المتابعة فوق الفيديو، تعمل مشاركة للفيديو لو استفدت من الأخبار. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.